احنا محمد الشيخ وموضوع الدوري المدارس، شايف في ايجابيات الان؟ وايش اللي توقع اللي خلاهم يتحولون من قضيه؟ طبعا محمد الشيخ مدرس، يعني وين راح يقول كلمه نقد واحده لوزير التعليم؟ اقسم بالله لا يطيرك 2000 كيلو عن الشرقيه. نرجع للموضوع، خلينا في نقطه دوره المدارس الان دخلوا العاب ايضا مختلفه، اشركوا البنات ايضا في 5-6 العاب جديده. انت شايف التجربه مشجعه بعد الان في النسخه الثالثه؟ والله تخيل، اشوف نفسي محاصر، وزير الرياضه هنا ووزير التعليم هنا. بس بالفعل الخطوه هي استكمال لمراحل سابقه، يعني دوري المدارس ليس حديث عهد على الرياضه السعوديه. وانا شخصيا عملت في دوريات المدارس على مستوى المملكه، واتذكر في اول مشاركه لي يعني احد العاملين في دوري المدارس كانت نسخه عام 2000، واللي تخرج منها ياسر القحطاني، وبعد 7 سنوات في 2007 كان احسن لاعب في اسيا. ولذلك مخرجات دوري المدارس وان ضعفت في سنوات، ولكن تبغى لها مخرجات. وانا متاكد انه حمد المنتشري، اللي حمد ايضا تاخر في دخول نادي الاتحاد، وكان ظاهره حمد دخوله في نادي الاتحاد المتاخر قياسا بمن يذكرون في البراعم والسنوات الاولى السنيه، حمد انا متاكد انه تاسس بالاضافه للحاره طبعا. كان له حضور في مدرسه وانا ما اعرف، بس انا اتصور صحيح. هذا الامر صحيح. نعم، وبالتالي نعم، دور المدارس خصوصا ونحن نشهد هذه الطفره في الدعم للتعليم وللرياضه ولكافه قطاعات الدوله، ووزير الرياضه داخل في تفاصيل ومتغلغل في امور عديده، وبالتالي احنا على يعني يقين بان هذه النسخه استكمال النسخ ستشهد ثوره جديده في الرياضه المدرسيه. وزير التعليم الدكتور حمد بالفعل بقدر ما هو صارم بقدر ما هو منسجم مع تطلعات الدوله وفي كل تفاصيلها. ضبط واخد بالك يا معالي الوزير، رجل كويس. ايوه كمل. لا وما نبي رمضان. لا 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 أيوة. لا لا، ومن شكل معالي الوزير اول مره ركز معاه في التصريح، انسى، ما انت ماخذ شيء، اسكت. لا عاقبك بس. وبالفعل يعني انا اقول لك النشاطات المدرسيه الصفيه واللا صفيه قاعده تتم، لان في ايضا ميزانيه كبيره وتم توظيفها بشكل جيد، وبالتالي دخول ايضا رياضات ثانيه هذا يجعل منها اولمبياد مصغر داخل المدارس. وبالتالي بالفعل نتطلع في ظل توسع الاتحادات الرياضيه، تلاحظ اليوم في ايضا قفزه في توسيع النشاطات الرياضيه بدخول اللجنه البارلمبيه مع اللجنه الاولمبيه، هذا ايضا ستدخل، فما بالك بدخول ايضا دوريات الفتيات او السيدات، هذا بالفعل سيدخلنا في قلب الرياضه العالميه من نواه المدارس. طيب كابتن حمد المنتشري، انت لك تجارب من دوري المدارس؟ انا شاركت ابو بدر، تعرف دوري المدارس مو جديد، يعني حتى من قبل انا في دورات وهذا.